النهارده معانا فن تعشيق الخشب، بس انتوا بقى ايه المدربين. احنا لسه هاني كان بيقول فيكوا شعر الحقيقه. طيب ممكن نشرح، كان معاكوا حاجه عايزين تشرحوا عليها؟ ايه بقى قولي. ده ببساطه هي الطريقه، يعني هو الموضوع بدأ معانا ان احنا انبهرنا بالمنظر ده. كان دايما لما بنشوف حاجه زي اللي هاني شرح اللي عليها هي ديت او اللي هنا بنتخيل ان هي معموله بالطريقه اللي بيشتغل بيها الشغل حاليا، اللي هو بيبقى فيه لوح كونتر او لوح كبير ويبدأ يتلزق عليه القطع جنب بعضيها. وانا كنت ما بروح صراحه اي جامع، بشوف اي منبر اي باب اي حاجه شبه كده، بفتكر ان هي معموله بالطريقه دي. بس جالنا استاذ في 2020. انت خدت قرار انك تيجي تتدرب هنا رغم ان كانت شغلتك نجاره، بالظبط لكن لقيت ان هنا المكان هيضيف لك حاجه مختلفه. بالظبط بالظبط ده اللي حصل فعلا. بس فجالنا استاذ فمن ضمن البرنامج التدريبي ان هو بيورينا الحرفه دي. دي كانت حاجه جديده عليا بصراحه، اول مره اشوفها. احنا بنعمل قطعه قطعه من دي ونطعمها، بالظبط. التطعيم ويبدا ده يعتبر فكره مجرد حاجه، ويبدا فكره الايه التعشيق الخشب نفسه. بالظبط بالظبط بالمنظر ده، اللي هو بتبقى فيه قطع طويله هي فيها الاشكال الحليات دي وبيتعشق في بعضيه بالمنظر ده لحد ما نكون التكوين طيب انا الاكبر. يعني عايز اسالكم انتوا، يعني ايه اللي خلاكوا انت طبعا في النجاره اساسا، لكن انت في النجاره برضو كان لا ليكي انا مهندسه اي معماريه. مهندسه معماريه، بس حبيتي ده تحديدا رغم ان المركز فيه حاجات كتير ممكن تتعلميها، في النحاس وفي النحت وفي كل الكلام ده، ليه اخترتي ده؟ انا كنت منبهره بالفكره الستراكشر، فكره ان احنا هي حاجه جماليه شكلها حلو قوي، بس في نفس الوقت في لوجيك وفي طريقه ان انا بفكر ايه اللي هيشيل ايه. يعني شبه البازل، هي شبه اللعبه بالظبط. فانا حاسه ان هي شغلت مخي، ان انا كنت قاعده افكر طب ازاي دي حاجه صعبه ازاي اعملها، فكان حاجه كده قرصتني اللي هو ازاي اعملها. فجيتي اتعلمتيه. طب بعد ما اتعلمتيها ودربتي لكن عملتي برضو شغلك بالظبط، بتستخدميه في ايه بقى؟ طبعا هي بتبقى كلاينتس معينه او كاتيجوري معينه اللي يقدروا يفهموا التكنيك ده. احنا حاليا هنا بنحاول ممكن نزوق اكتر ناحيه الترميم. ترميم في مساجد، مساجد المنابر، الحاجات الأضرحة، عشان هي طبعا تكلفتها عالية قوي. ان انا اي كلاينت ممكن يقول اقدر اعمل ده بتكنيك حلو قوي اللي هو اللزق، واللي هو بيبقى مش رخيص ومش سهل. بس ممكن حاجة زي بباب في قصر، بتبقى حاجات كلاينتس يقدروا يقدروا الحاجة زي كده.